أهلا بكم مجددا في تعبير وتفسير الرؤى والأحلام. نتكلم اليوم عن رمز من رموز الرؤى والأحلام، وهذا الرمز عدد كبير جدا يحلم بهذا الرمز وبالذات الفتيات، وهو الفرح في المنام. الفرح تأويله إيه؟ عدد كبير من الناس ما ينزعج ويقلق ويحدث عنده اضطراب وقلق في موضوع الأفراح. الفرح بوجه عام راحة وسعادة وسرور وأمن وأمان واستقرار وراحة بال. الفرح في المنام تحقيق بعض الأماني والأحلام لصاحب المنام. الفرح في المنام بعض الأحيان يبين على المصائب والأحزان. معنا أول اتصال، نادية، تفضل يا نادية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا نادية. جزاك الله خير يا شيخ عنا. وجزاك الله عنا خيرا. طب بس يا شيخ أنا عندي ثلاث حاجات شاورمانية، هتقولي كملي هكمل، هتقولي خلاص خلاص. هناخد يا أستاذة نادية رؤية ورؤية. وهنشوف إذا كانت قصيرة أو طويلة. لما جعله خير يا رب، انا حلمت ان انا ماشيه في الشارع وماسكه في ايدي شنطه فيها سمك. تمام. السمك ده نوعين بس انا ما اعرفش هو انواعه ايه. هو ده بس الحلم الاولاني حبيبي. ده رزق ربنا حدهولك. طيب جميل حلال مبارك. قول الثانيه. الحمد لله. طب شفت النائب محمد ابو العينين؟ تمام. كان بيفرق كده فلوس على الناس، بس الفلوس كان ملفوفه في ورق، يعني ورقه كده ملفوفه فيها فلوس، فادى لاختي واحده واختي الثانيه ادها ورقه برده واحده ثانيه، وبعدين شفت والدتي الله يرحمها واقفه جنبي وهي اسمها على فكره مبشر وجميل قوي. هو ده الحلم الثاني حضرتك. اولا النائب محمد ابو العينين اللي هو رئيس قناه صدى البلد ومن المشير معروف يعني مصريا وعربيا، اسال الله ان ربنا يمد بالصحه والقوه والعافيه. كلمه محمد اللي على الحياه الطيبه الجميله السعيده لك. كلمه ابو العينين ربنا يحفظك من الحسد. موضوع الفلوس سيمن الله عليك بالرزق. موضوع الام المتوفاه يدل ان هي في مكانه طيبه. موضوع ان هو يوزع فلوس النائب محمد ابو العينين يدل ان هذا الرجل يعني به صفات طيبه جميله، وهو يحب الانفاق ومعمل حاجات في الخفاء، معمل حاجات يعني، وربنا ما يعطيه اجر وما يعطيه ثواب على هذه الامور. حتى وان هو تبرع قبل ذلك يعني بمبلغ كبير جدا في صندوق تحيا مصر، والله اعلم. اتفضلي يا هبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا هبه. ازيك يا فضيله الشيخ؟ الحمد لله هبه تمام. إيه لو سمحت عندي حلمين صغيرين كده. اتفضلي. اول حلم كانت مرات اخويا حلمت بامي قبل، كانت ماتت بس قبل ما ندفنها، احنا ماتت بالليل ودفناها تاني يوم الصبح، فحلمت ان كان السماء ضلمه وفي نور كده، نور بيجي ويروح واحنا واقفين عمالين مبسوطين نقول هي دي الروح ومش عارفه ايه، وفي بتقول الهواء كان جميل واحنا مبسوطين الجو جميل كده وفي ريحه حلوه وعمالين نقول هي دي الروح هي دي الروح. بس الروح المطمئنه الراضيه التي رضى الله جل وعلا عنها هي روح امك، فهي في مكانه عظيمه والله اعلم. الحمد لله. طب الحلم الثاني يا شيخ. اتفضلي. انا حلمت ان حماه برضه متوفي، حلمت ان هو جاي عشان ياخدني، فانا قلت له طب هغير هدومي او حاجه زي كده، غير هدومي واجي او حاجه زي كده. انت متزوجه؟ ايوه الحمد لله. معاك مشاكل؟ لا الحمد لله كويس. اولا عمرك طويل، ستعيشين عمرا كبيرا، تغيير الملابس ربنا هيغير لك بعض الامور الكثيره جدا في حياتك في الايام القادمه والله اعلم. اتفضلي يا فاطمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا فاطمه. حلم صغير خالص يا شيخ. اتفضلي يا فاطمه. انا حلمت مش عارف عادل امام او حسين فهمي اعطاني 200 جنيه. ده حلم. دقيقه يا فاطمه، اولا نحن هنفسر التنين. كلمه نعم. عادل امام، عادل امام، عادل انك انت عندك صفه العدل. كلمة إمام ربنا يحقق لك أمر من الأمور، لأن الإمام دي مش يعني في مقدمة الأمور. حسين فهمي، حسين ربنا سيحسن وسيجمل لك الأمور، وكلمة فهمي ربنا من عليك بالفهم والحكمة
وحسن الرأي الرشيد السديد في الحياة، والله أعلم. قول الثانية. التالي، أنا حلمت الرئيس السيسي اللي هو قاعد في بيتنا، كان عندنا بيت زمان قديم يعني، نعم، فقاعد فيه قاعد كده وقاعد حلوة كده ومبتسم، تمام، فبيقول إيه بيدوا شجر، فقلت له قلت له ده أنا اسمي، ده أنا كتبت اسمي زمان في الشقة، هاخد شجر؟ راح بص لي كده وابتسم، قال طب دور كده في، يعني على دور في الورق فيه الشقه بتاعتي المكتوبه ولا لا، وبعد كده قلت طب انا هدور ليه؟ طب انا الرئيس معايا وهو هيقول هتديني شقه، انا صح نفسي احلامي ان يبقى عندي شقه تمليك يعني، فراح ابتسم وضحك. انت في الحقيقه يا فاطمه قدمت على شقه؟ ده زمان ساعه الثوره زمان خالص. حجيلك شقه، ابشر وقول الحمد لله، وإن ربنا هيفتح لك أبواب الخير وطرق الخير. موضوع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولما يكون الرئيس عبد الفتاح السيسي موجود في بيت قديم، ده يدل أن رئيس البلاد وحاكم الدولة يتمتع بصفة التواضع، إنسان متواضع ليس عنده صفة الكبر أو صفة الإعجاب أو ما شابه ذلك. لما الرئيس يبتسم دائما الرئيس مبتسم، ودائما ربنا هيجعل له الراحة والسعادة والسرور حتى وإن كانت هناك بعض الضغوطات الشديدة عليه. أسأل الله جل وعلا إن ربنا ييسر له ولمصر الحبيبة جميع الأمور، والله أعلم. اتفضلي يا أم محمد. أم محمد اتفضلي يا أم محمد. ألو، سمعني حضرة الشيخ؟ سامعك يا أم محمد. لو عندي حلمين صغيرين، مش هطول عليك حضرة الشيخ. تأمري أمر. الأول حلم، أنا منفصلة حضرتك، وأنا حلمت إني أنا قاعدة في شقتي دي اللي كنت عايشة فيها، بس هي مكركبة يعني، كنت برتب فيها وكنت كبة مية على السجاد بتاعها وبغسله، بعد كده طويته ولفلفته وكانت الشقة مكركبة وكنت قاعدة في أوضة النوم أنا، بعد كده رحت بصيت من البلكونة لقيته إن هو وأخوه طليق ده قاعد على الشارع تحت، واخوه بينده يعني، فمع مش فاكره كويس كان بينادي عليه ولا على حد تاني، فانا طلعت في البلكونه بس مش كلمتهم يعني، تمام. بس ده الحلم الاول. والحلم الثاني، حلمت ان انا قاعده في بيت اختي وهي معاها عيل صغير اختي، وهي مشتري تليفون جديد كان، وكانت بتلعب فيه وبتقول لي هاتي حته بسبوسه من الثلاجه في الصينيه، فجيت فتحت الثلاجة ولقيت فيها يعني صينية مقطعة مربعات بسبوسة وفي بس صباع طويل طول، فاديت لها هو دي الصباع الطويل طول ده، وخدت انا قطعة من المربعات، تمام، وكانت فرحانة جدا بالتليفون الجديد ده يعني اللي هي مشترياه. نعم، وبس على كده. ده يدل الرؤية الأولى إن الأمور معاك مكركبة ملخبطة غير مهيئة غير معدلة، ودي اصلا بطبيعه الحال انت معاكي اولاد وامراه مطلقه، فهتلاقي الامور برضه يعني مش مظبطه، في ظلم على الاولاد، في ظلم عليك انت، في ظلم من الزوج من طليقك، وقيسي على هذا المنوال. ولكن البسبوسه في المنام الثاني براحة وسعاده وسرور، والله اعلم. اتفضلي يا ام حماده. السلام عليكم يا شيخ ابراهيم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام حماده. هي رؤية شافها الحج النهاردة، حكى لي الصبح. اتفضل. الحج مين؟ جوزي. لما تقولي زوجي. ايوه زوجي. اتفضلي. ماشي حاضر. هو شاف الله ما جعله خير الصبح، بيقول لي شفت المرحوم امه في المنام. نعم. بتدور عليها. ما تدور عليها؟ ما تدور عليها هو. تمام. اثنين زي اثنين ستات قالوا لها هو قاعد جوه هو وجوز اخته يعني. تمام. فخشت عليهم لقيته قاعد، راحت مسكت زوج بنتها، هي بنتها متوفيه، راحت مسكت زوج بنتها، راحت حطها من بره، راحت حطها بقوه وجوزها، راحت حطها بره، قالت له اطلع من هنا. هو الحاج قال لي، راحت قالت له انا جايبه لكم حاجه حلوه، جايبه لكم بلح. تمام. بعد كده قال لك شايف اثنين عقرب في ماشيين على سكري، راح حدف واحده وواحد الثانيه، واحد قال له خلي بالك، راحت الادغاث صبره. تمام. بس وكده. هو الولد اللي حدفته من بره ده هو يعاني من تعب او الم؟ لا هو مش كده،
نعم؟ لا هو ما فيش حاجة معينة بيشتري بيها، يعني الحاجات العادية. خط مقطع، وضح آخر كلمتين. يعني ما مشكيش من تعب معين، هو كان عامل عمليات قبل كده والحمد لله. لما هو يقول لك عانى من تعب والألم تقولي لا. لا عملها فترة هو طويلة العملية يعني، هو العملية مش تعب. العملية مش مرض. العملية مش نكد. ما هو دي تدل على النكد وعلى التعب وعلى المرض وعلى المحنة. عانى من أمور معينة في الحياة، وموضوع إن هي تبحث على زوجك، ده ربنا جدد العمر إلى زوجك، قول الحمد لله إن زوجك عمره طويل. الحمد لله. وإن ربنا سيمن على زوجك بنوع من أنواع الرزق، موضوع التمرة والبلح، رزق طيب جميل حلال مبارك إلى زوجك، والله أعلم. قبل ما أخذ أم يوسف هقول لكم على حاجة، يعني ما تفكرني الأخت، يعني لما بقول لها في تعب قالت لا، وبعد كده جت في عملية. مرة واحدة مسألني في تفسير منام، بقول لها فضلت الشيخ والله أنا شفت في المنام رؤية أمي المتوفاة، وحكيت له الرؤية، قلت لها خلي بالك معايا كده، قلت لها الرؤية تبين إن أمك دي عليها رحمة الله في مكانة طيبة، مكانة جميلة، مكانة عظيمة، تمتع عند رب العالمين، وربنا أعطاها أجر وأعطاها ثواب لا يعلمه إلا علام الغيوب، إلا علام يعني ربنا سبحانه وتعالى، وإن هي في مكانة عظيمة من أعلى الدرجات. في الآخر تقول لي يعني يا مولانا الرؤية خير والله شر؟ قلت لها أنا شريك للخلقات يا ستي، ما أقول لك إن أمك في الجنة تقول الرؤية خير والله شر؟ اتفضلي يا أم يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا حلمت إن أنا حاطة 3 صواني كنافة أنا وأختي، وبعدين ناكلوا كنافة مع بعض، وجي عمي منصور خد حتة منهم كلها، وبعدين ياسمين قلت لها يا ياسمين احنا رايحين مصر انا واختي هنتفسحوا، فاختي بتقولي لها ليه احسن تيجي معانا، قلت لها لا ما تخافيش هي مش هتيجي معانا، بس كده الحلم. يا ام يوسف. نعم. انت في حد مزعلك يا ام يوسف؟ يعني قولي اه او لا. ايوه. مفيش حاجه بين التنين اه او لا. أيوة خلاص كده يا ام يوسف. اولا موضوع البسبوسه وموضوع الكنافه وما قيل، راحه والسعاده والسرور، كلمه منصور ربنا سيؤيدك بالنصره والحق، والله جل وعلا سينصرك على الاعداء والحاقدين والحاسدين. لما تروحي مصر ده يدل ان ربنا حيمن عليك بصفه الامن والامان والاستقرار وراحه البال، الصفه اللي انت تفتقديها في الحياه يا ام يوسف. موضوع بالراحه عليها يا عم علي، لسه ما خلصتش التفسير يا عم علي. موضوع الفسحة يدلل على الراحة والسعادة لك، إن ربنا هيجعل لك مكانة وهتنتقلي من مكان إلى مكان ومن منزلة إلى منزلة للأحسن والأفضل والأجمل، والله أعلم. تفضل يا هاجر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا هاجر. ممكن أقول لحضرتك بس حلمي؟ اتفضلي يا هاجر. فسروني بالله عليك بالظبط، هو في حلم طويل شوية. لا دقيقة واحدة بس، أفسرك بالظبط؟ مش فاهم كلمة أفسرك بالظبط، يعني إيه؟ يعني ممكن ها؟ فسره له كله. الله يصلح حالنا وحالك يا هاجر، ربنا يهديني ويهديك يا هاجر، قول الرؤية بتاعتك الأول يا هاجر. حلمت إن إحنا كلنا متجمعين في مكان أنا وأهلي أعمامي وأهلي وكده. فقاعدين ففي دي مرات عم أكنها بيقولوا تعبانة، وقاعدة في أوضة. وفي ناس داخلة خارجة عليها. فرحنا أنا ووالدتي قلنا إيه طب تعالى نخش نشوفها. دخلنا لها لقيناها نايمة في الأرض في هدوم، يعني قبيحة المنظر كده، ما كانتش هدوم كويسة، وحواليها هدوم في تشين عين صغيرة. فراح وتعبانة، شكلها تعبان قوي. فلقيتها بتقول لي إيه، أنا هديكي شوكولاتة، فتحت علبة اسمها العلبة اسمها قمارة. قالت لي أنا هديكي شوكولاتة، بس الشوكولاتة شكلها حلوة قوي وكانت كبيرة. فقالت لي أنا هديكي الشوكولاتة دي عشان دي بتاعتك. فاديتها لي، جات لي والدتي بتديها نسختين. بلنتين يعني. فبتقول لها قلت لها انت هتديها ديت؟ راحت كانت مكشراها كده وكانها متضايقه. راحت مديها واحده شوكولاته بس صغيره. بس فاحنا قاعدين انا ليا ولد صغير على كتف كده، ففي ناس كلهم شكل واحد دول احنا جنبي. وداخلين يرص علينا ميه. بخرطوم وعاملين يرص علينا ميه، فقعدت انا اقول الله اكبر من كتر ما انا عماله اقول قولوا. واحنا والدتي قاعدين بتحط على ميه وهي قاعده ما اتحركت. يقولوا احنا ساكنين لكم، احنا ساكنين لكم، انا ايه مش متذكره في الحلم قوي الكلمه دي.
واحنا خفنا قوي، فضلت اقرا فضلت اقرا القران واقول الله اكبر من كتر ما انا عماله اقول صوتي راح. فخرجنا خرجنا من المكان اللي هم وكانوا بنات فضلت اكل بعض بس كده. فخرجت لقيت حاسه في نبض بطني، بقول له في نبض بطني فيها نبض، تقول لي انت حلو، اقول لها لا روحي شوفي نفسك انت اللي عندك نبض ثاني، بس النبض عندنا في بطني. وهي كنت واقفه عند الدكتور بقول لها خشي داخل الدكتور. يا هاجر كانت عماله تزعقني يا هاجر، انت حلم الرؤيه اللي بتقولي عليك عايزك تشتغلي يعني كلها كده. يا هاجر اصلح لنا حالك ربنا، المره الرابعه تقول لها الرؤيه كلها كده. يا هاجر لا زوجة عمك دي تعاني من تعب او مرض يا هاجر او مشاكل؟ اه تقريبا تقريبا. تمام، انت في حد زعلك قبل كده؟ ايه في حد زعلك؟ زعلني منهم يعني؟ في حد زعلك؟ زعلني؟ حصل خلاف بينك وبين حد يا هاجر؟ اه اكيد يحصل خلافات. الله يصلح حالنا حالك يا هاجر. اسمعينا من التلفزيون يا هاجر. أولا موضوع التجمع دي مناسبة سعيدة لك. زوجة العم هي تعاني من تعب أو تعاني من ألم أو تعاني من خلافات أو تعاني من بعض المشاكل. موضوع الحذوة اللي أنت خدتيها من زوجة العم للأسف الشديد في أمور معاكي مش مظبطة على الإطلاق. موضوع الولد ده نكد لك يا هاجر. أسأل الله جل وعلا أن ربنا يفرج عنك الهم ويسر لك الأمر. الله أكبر، كلمة الله أكبر، ربنا حينصرك على الأعداء والحاقدين والحاسدين. القرآن دي نوع من أنواع البركة في حياتك، إن ربنا حيجعل حياتك حياة مباركة. وعليك يا هاجر بقراءة القرآن الكريم أو الاستماع إلى القرآن. موضوع بطنك وما قيد، أنت تعانين بنوع من أنواع الأذى. حصني نفسك يا هاجر بآية الكرسي والله أعلم. اتفضلي يا ناديه. الو. ايوه اتفضلي تعالي الهوا. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ناديه. اسمي زينب. زينب قالوا لي الاستاذ علي قال لي ناديه. اتفضلي يا زينب. تمام، انا دكتور عندي حلمين ممكن افسرهم لحضرتك؟ تأمري امر اتفضلي. ربنا يبارك لك. اول حلم انا حلمت اني بنسر هدوم خروج على الحبل، وجنبينا بيت ما فيش حد عايش فيه يعني خرابه، ولقيت مرات عمي قاعده فيه وماسكه قميص اخويا الابيض وقصاه على هيئه مربع، ورحنا انا واختي اسماء برضو كانت جنبي، ورحت قلت لها اسماء ما تتكلميش نبص من الخرمه نشوف هتعمل ايه. رحنا بصينا بالفعل ورحت لقيتها لمحتنا برضو، رحت قلت لها يا ليلي اسمها ليلي يعني، قلت لها ليه بتعملي كده؟ راحت قالت لي لا راح اكتب على القميص زيها. رحت نزلت لها بسرعه من الدور الثالث، ورحت نزلت عم محمد جوزها يعني، ورحت قلت له لحق مرتك تكتب على القميص دي حاجه لمحمد. قلنا انا قلت في الحلم يعني ان ده عمل. رحت نزلت ام قلت لامي، نزلت لامي قلت لها الحق كلمي، وكانت باكيه. راحت قالت لي لا مش هكلم. قلت لها طب الحقي ولدك. راحت برضه ما رضيتش، قلت لها الحقي ليها تعمل حاجه لمحمد. راحت يعني نزلت موعية على السلم، ورحت ناديتها وراحت قالت انا مش هعمل حاجه. راح عمي محمد جوزها راح قال لي هي ما كانتش هتعمل ده حاجه، ده كانت رايحه تفرش ومفرش على الترابيزه. ورحت انا اخذت كيس اسود ورحت لميت القميص وجبت كذا حاجه تخص اخويا محمد يعني، ولميت وحطها في الكيس. وانا ماشيه لقيت على باب البيت دي جلابيه غامقه كلها زيتي بس مخططه باصفر بسيط. قعدت اقول دي جلبت ابويا ولا عمي؟ رحت قلت لا دي جلبت ابويا. رحت اخذت كل حاجه في البيت دي من هدوم واخذت عشان ما حدش ياذي اخويا يعني. ورحت مشيت ورحت لقيت ابويا بيقول لي اعملي كوبايتين شاي. كان عندي واحد اسمه زيد وواحد اسمه ابراهيم. رحت قلت له ماشي. جيت ما لقيت الناس مشت والكوبايتين الشاي قاعدين ما حدش شرب منيهم. وبس ورحت كده. بعد كده ابويا في نفس الحلم طلع فجأة وراح قال لي طلع من غير ما اتكلم استغفر الله العظيم، وراح لقيت انا كنت ماشيه وراه ولقيت رجله باينه والرجل الشمال زي وجعاه كده او ورم يعني تخينه على الثانيه. يا هاجر اه
هو محمد ده سنه كم سنة؟ 28. متزوج؟ لا خاطب لي شهر يعني. هو كانت أموره معطلة في أمر الزواج؟ تمام. هو في حد، هو أصلا الأسرة كلها يا هاجر ما تعانوا من مشاكل أو خلافات أو هناك أمور في البيت غير طبيعية؟ أيوة دكتور. البيت كله عليه أنه أصلا يحصن نفسه بالقرآن، خلي البيت كله يا هاجر يقرأ آية الكرسي والمعوذتين والإخلاص في الصباح والمساء، وتقول للبيت إن هم يلتزموا بالصلوات في أوقاتها يا هاجر، ويكثروا من الاستغفار ومن الصلاة على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. البيت كله بالذات محمد يا هاجر لابد إن هم يكونوا قريبين من ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلم. اتفضل يا رجب. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا رجب. بحييك والله أنت والإعداد ومشاهدينك يا شيخ. أنت منين يا رجب؟ من اسم اللوكسور يا شيخ. أهلا بك حبيبي الغالي. ربنا يبارك فيك يا شيخ. اتفضل يا رجب. يا شيخ أنا عندي بصراحة حلم، وبرضو إيه في حقيقة دائما عندي بحلم بالفران والقطط. تمام. ونفسهم التنين برضو بيطردوني في البيت والله يا شيخ. لا قول تاني، قول تاني آخر كلمتين يا رجب. بحلم بالقطط والفران. ودائما بيطردوني في الحقيقة برضك في المنزل عندي. والله يا شيخ. حبصرك يا رجب. يا رجب. نعم. حاولوا تجيب لهم مصيدة يا رجب. جيب لهم مصيدة والله عندي محاولة بقالة في المنزل. طب سلط على مدربين معايا الدنيا الفران. سلط جيب لهم قطط، القطط بيضروني أكثر من الفران. سلط عليهم الصلاة على النبي يا رجب صلى الله عليه وسلم. وبارك على سيدنا محمد. أنت تعرف يا رجب لما تصلى على النبي تكسر من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. ربنا حيد القطط، وربنا حيد الفئران، وربنا يدع عليك عالم الجن وعالم الإنس، وربنا يرتب لك أمور كلها يا رجب، بس عليك بالاستغفار والصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام. من حاجة يا شيخ. نعم. أن أنا بشتغل في السيارة وخاف السيارة يكون هي اللي ضراني بصراحة. هو مش حكاية السيارة يا رجب ولا حكاية حاجة معينة. نعم. أنت في أمر من الأمور تفتقد في حياتك يا رجب. انت متزوج يا رجب؟ متزوج ومعايا احفاد. عسك المخرج نقول لي ان هو عايز يتزوج تاني. لا والله بس خايف. الحكومه شديده. ربنا يساعدك ان شاء الله. الحكومه شديده قوي يا شيخ. هي مش الحكومه بتاعتك انت بس يا رجب، هي الحكومه كلها شديده مع الناس كلها. الناس كلها لو الناس كلها هتتزوج، ولذلك قلنا قبل كده إن الواحد سبحان الله تجد واحد يعني لا يحفظ شيء من القرآن أبدا، مش ملتزم ولا يعرف شيء في الكتاب ولا في السنة ولا في القرآن، ويوم ما تكلم يقول لك والله أنا أريد أن أطبق شرع ربنا، ونحن لا نلغي التعدد عشان ما حدش يفهم غلط، يعني إيه عايز أفهم، يقول لك ربنا يقول في القرآن مثنى وثلاثة ورباع. طب هو يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني انت ما يجيش غير في النقطه دي تقول اطبق كلام ربنا، وان كان هذا يجوز. طب ما انت في حاجات كثيره جدا نقص فيها، في حاجات كثيره جدا انت غير مؤهل ليها. ابحث على نفسك، وابحث على امورك، وابحث على العقيده. اسال الله ان يحفظنا جميعا ويرزقنا جميعا الفهم والعلم والحكمه والمعرفه. واحد يقول اطبق شرع الله، طبق شرع ربنا يا سيدي، وعايز تزوج تزوج يا سيدي، الشرع بحلك كده، ولكن الله تظلم. ما انت ما تجيش تتجوز واحده ويكون ما احنا معاك يعني في البيت ومطلع يعني مش عارف تتعامل معاها ايه، متجوزها لها حوالي 20 سنه او 25 سنه، تتجوز واحده جديد تظلم الزوجه القديمه وتظلم الاولاد ولا تصرف عليهم ولا تروح لها من اساسه. هذا لا يجوز في شريعه الاسلام. ان اردت ان تطبق الشرع طبق الشرع بما قال به الله، بما قال به النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. اتفضلي يا مريم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت أنا حلمت إن أنا هتجوز خلاص. نعم. بس أنا ما شفتش جوزي دوت ولا أعرفه. أنت آنسة يا مريم؟ أيوة أنا آنسة. تمام. وكنت مخطوبة قبل كده بس ما حصلش نصيب. نعم.
فما جبتش الجزء ده، فبقول فببص فحجزت الفستان وكوافير وكل حاجه، فببص على جسمي لقيته مليان شعر قوي. فقلت لها يا ماما ده جسمي مليان شعر، انا لا انا مش هتجوز دلوقتي اجليه. فاجلنا الجواز يومين، واتصلت بتاع الفستان قلت له انا مش هاجي اخد الفستان دلوقتي. قال لي ليه؟ وحد مات؟ قلت له اه حد مات. ففجاه كده ببص على جسمي لقيته ابيض جدا، ابيض ما فيهوش شعر. فرحت قلت لها ماما خلاص يا ماما اتصلي بيهم، اتصلي بالعريس قولي له احنا يلا خليه يجي. فما ردش على ماما، ماما ترن فما يردش عليها. فلقيت واحده اعرفها صاحبتنا اجت البيت جايبه تورت كتير وحلويات كتير قوي، وفتحت الثلاجه وحطتهم وعمالين نرص في الثلاجه، ورحت صاحي منه. يا مريم. نعم. انت عصبيه يا مريم؟ اه عصبيه. اه الله يصلح حالنا وحالك ربنا. شوف يا مريم، انت ربنا اعطاك نعم عظيمه جدا، نعم من افضل ومن اعظم ما يكون. ومن ضمن هذه النعم اللي ربنا اداها لك يا مريم يعشقها الرجال عشق الجنون في النساء، ما ينفعش انا اسردها على الهواء. الشيء الثاني اللي هو موضوع البياض، ان جسمك ابيض، فانت ربنا اداك صفات عظيمه جدا، وممكن تكون هذه الصفات وهذه الاشياء غير ظاهره، اشياء مخفيه. كذلك موضوع الشعر، انت عندك العصبيه، يعني انت نرفوزه وممكن تزعلي بسرعه وقيسه على هذا المنوال، فلا بد انك انت تتريسي في كثير من الامور يا مريم. اللي هو الشعر، ولكن بعد ذلك لما انت تجد ان الشعر قد ازيل، ده يدل على تفريج الهم وتيسير الامن، وان ربنا هيجعل لك من بعد العسر يسر، ومن بعد الضيق سيكون لك الفرج يا مريم، والله اعلم. اتفضلي يا ام احمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا ام احمد. سمحت يا حضره الشيخ، انا معايا حلم قلت لك الحلقه اللي قبل فاتت بس مش سمعت التفسير. اتفضلي يا ام احمد. الحلم ان انا حلمت ان انا قاعده في بيت انا وناس يعني اعرفهم، وكنا ماشيين رايحين على فرح يعني، فمشينا على طريق وسط جمهور كده يعني على الطريق، وشغالين يسقفوا وبيتكلموا يعني، وشغالين يقولوا هي هي. تمام. بعد كده قعدنا ماشيين رايحين الفرح دوت، وهم مشوا وسابوني، فانا مشيت نحو طريق يعني عشان امشي احصنهم، بس مش خفتهم يعني، وقعدت ماشيه في طريق كده زي الصحراء، وفي جنود قاعدين واقفين بسلاحهم. تمام. والطريق دي كله حفر محفوره غويته قوي لتحت. تمام. وهم مشوا وسابوني اللي كانوا معايا يعني، وانا قعدت انط فوق الحفر دي، بس ولا حفره يعني نطيت فيها وقعت فيها يعني، وكنت خايفه جدا يعني، وقعدت ماشيه بس مش حصلتهم يعني اللي كانوا معايا. بعد كده صحيت يعني من الحلم، بس هو ده. انت حد عامل لك مشاكل يا ام احمد في حياتك؟ مشاكل كتير كتير. ما هي الحفر انت شفتها دي، ولكن موضوع الجنود اللي انت شفتيها في المدام يا ام احمد، ده ربنا هينصرك على الاعداء والحاقدين والحاسدين، وربنا سيمن عليك بالقوه والصحه والستر، وربنا سيزول عنك نكد، وان هم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ودي حال كثير من الناس يا ام احمد، دي اصلا سبحان الله يعني سنه الحياه. ما فيش انسان يخلو، يبقى الانسان ماشي تحت الحيط ولكن يلقى الحجاره تقع فوق راسه. والنصيبه الكبيره ان مين اللي يرمي الحجاره؟ اللي يرمي الحجاره للاسف الشديد اقرب 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 ما يكون للعبد، والله اعلم. اتفضلي يا ام محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بقول لحضرتك فضيله الشيخ ابراهيم. نعم. اللهم صل على النبي، الرؤيه دي حلمها اللي شافها ابني. تمام. محمد بيقول اللهم صل على النبي ان انا كنت في السوق انا ومحمد ابني. تمام. وبعدين بنشتري يعني طعام وكده، فاحنا ماشيين كده بالصدفه لقينا اتلاقى بابا برضو بيجيب اكل، فساله قال له انت يعني تجيب اكل يعني؟ قال احنا ان هو بيجيب برضو اكل لينا. تمام. طعام يعني لينا في السوق. وبعدين طلب من بابا قال له انا عايز موز. ففي في كرتونه موز على العربيه حلوه. تمام. وموز تحت على الارض،
قدام العربيه مش حلو. فالمهم فيه واقفه وكده وكده، فالمهم زعق فيه وقعد يقول له انا اجيب لك منين، انا معيش فلوس. قال له يا بابا انا عايز موز. قال له معيش فلوس مفيش. فالمهم بيبص كده تلاقى باباه واقف تحت شجره. فمحمد ابني بيبص كده تلاقيه مطلع اللي هو البوكو الجزلان اللي هو بتاع انا بقى ده عندي من سنين قديم بقاله سنين يعني ولسه بقاله سنين طويله عندي. فالمهم تلاقيه ملان فلوس كتير وحطه في جيبه ده باباه تحت شجره. فالمهم محمد ببص كده، فبابا لما عرف ان محمد ابني شافه وهو معاه فلوس الجزلان بتاعه وفي فلوس كتير بزعق فيه ويقول له مفيش معايا فلوس. فالمهم راح جايب سكينه وضرب ابني بها. فبقول له انا اغمى عليا ما حسيتش بنفسي. فتلاقي راجل جاي من بعيد الشارع كده قدام من ورا بابا وراح ضارب بابا. فهو ما خدته بقى بقول بقى انا فتحت عينيا لقيت مسأل بالبيت بقى عندي. ده الرؤية. هو محمد سنه كام سنة؟ محمد 21 سنة. هو حظ محمد للأسف للأسف الشديد إن حظه في الحياة قليل جدا. ما هو محمد كان ظروف خاصة كده كان يقف هو يعني يعني المصير مش بتسيبه يعني بعيد عنك يعني على طول كده. لا أقول آخر كلمة كويس. آخر كلمة ما سمعتهاش أنا. يعني اللي بيبقى كويس في أمانة الله بيجوا له مصير في أي حاجة. تمام يتخبط يقع حوالي أنا بقول لك على طول. بقول لك أنا ما أعرفش الأمور اللي هحكيها واللي أنت هتقوليها. محمد إن حظه في الحياة حظ قليل جدا. ومحمد أبوه في الحقيقة مش بيرعيه ولا بيجيب له أي حاجة خالص. وحظه في الحياة قليل جدا. هو وحيد يا شيخ يا ووقع يا ويقع وحيد. وسيقع عليه نوع من أنواع الظلم والافتراء والبهتان وأشياء كثيرة جدا في الحياة. أسأل الله إن ربنا يسدد الأمور ويقضي له الحوائج. يعني حاجات في الكون عظيمة جدا. الواحد لما يسمعها تشيب العقول. لما واحد يتصل بيك ويقول لك ده أنا أبويا ملياردير معاه مليارات ولكن لا يصرف علي ولا يسأل فيه وكأني أنا لست ابنه. وقيس على هذا المنوال أمور كثيرة جدا في الحياة. أسأل الله أن يحفظ جميع الأمة وأن يمن علينا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار وأن يمن علينا بحسن الخلق والسلوك الطيب الجميل وأن يمن علينا بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اتفضلي يا أمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي الصوت. أيوة عليكم السلام يا أمة الله. لو سمحت يا شيخ عندي رؤيتين. قول الأولى ونشوف الثانية يا أمة الله. يا شيخ إن أنا دايما أشوف في المنام. ما تتكلم يا أمة الله على طول يا أمة الله. تعالى إن أنا قاعدة مع قوم كتير نعم. تكلمي على طول. تفضلي. ان انا شايفه يعني ومره برضه لقيتني ان انا قاعده مع ناس كتير بس زي ما يكون هما مسيحيين مثلا وعمالين يسبوا في الله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاه والسلام وانا عماله ادافع عليه بقوه وفي الاخر راحوا مطلعيني بره ما رضوش يقعدوني في المكان ده. والرؤيه الثانيه يا شيخ دايما اشوف ان انا في حد في المنام بيخنقني ان انا هموت وبعد ما فوق من المنام بتعب جامد رجعت ان انا بدور على الدكاتره كتير بس ما بتعبش الا بعد ما اشوف المنام ده زي ما يكون ملك الموت جاي وبياخد روحي لدرجه ان انا بقوم من النوم فعلا بحس ان انا بموت كده. يا أمة الله ودايما اتعب بعد كل رؤيه ما اشوفها يا شيخ يعني انا كنت هسالك انت قلت يعني معنى ذلك ان الرؤيه معاكي مكرره يا أمة الله. نعم الرؤيه معناها الرؤيه الثانيه دي رؤيه مكرره معاكي على طول مستمره. ايوه يا شيخ دايما بشوفها على طول خلاص. بعد ما بشوفها خلاص يا أمة الله انا عاوز كلمه ورد غضها. اولا في الرؤيه الاولى موضوع اللي يسب النبي عليه الصلاه والسلام او يسب القران او يسب يعني ذات الله او قيسي على هذا المنوال وانت تدافعي في المنام انت من اهل التوحيد وسيمن الله عليك بالعقيده الراسخه. وانت يا أمة الله تحيطين بعض من الناس عندهم صفه الجهل والتخلف وعدم الوعي واللا مبالاه ولا يعرفون لا حلال ولا حرام والله اعلم. اما الرؤيه الثانيه اللي انت مش فيها متكرره وما تروح للاطباء ومقيسه على هذا المنوال الامه كلها تعاني من تعب وتعاني من هم وتعاني من نكد. ليه؟ لان الامه كلها
الا ما رحم ربي بعيد عن ربنا. انت لما تصلي مش يعمل لك كده، انت لما تشتغل في الاستغفار والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام، والله في منامك لن تشاهدي الا نبي او رسول، او تشاهدي امراه صالحه زي مريم، او قيس على هذا المنوال. الناس بعيده عن ربنا، الناس مشغوله بالطعام والشراب، مشغوله بالسيارات، مشغوله بالاكل، مشغوله بالاموال. الواحد عشان المال يعني يبيع امه ويبيع ابوه ويبيع اخوه ويبيع اشياء كثيره جدا متعدده. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم العفو والعافية، والله أعلم. أم صلاح ولا أبو صلاح؟ أبو صلاح، تفضل يا أبو صلاح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أبو صلاح. الله يبارك أبو الشيخ إبراهيم، لو سمحت أنا عندي رؤية. وطّ التلفزيون يا أبو صلاح. تفضل. حاضر. اخواتي البنات شافوا والدتي ان احنا كلنا موصلينها رغم انها متوفيه بقالها سنتين. تمام. للمطار ولبس ابيض وموصلينها مش ابراهيم من البيت لغايه المطار وسلمنا عليها وودعناها في المطار. تمام. هل هي يعني يعني ربنا سبحانه وتعالى يقبلها حجه او طلعت في المنام شفناها بتحج بيعتبر حجه او كده؟ عم شوف ريح ريحني بالنسبه للمنام ده وطمني عليه. ده هناك اجر او ثواب عظيم جدا فعل الى امك ووصل اليها في قبرها. وقت التلفزيون يا ابو صلاح. هناك شيء تفعل للأم وصل إليها في القبر وغير من حالها إلى حال أفضل وأجمل وأعظم، وإن ربنا أعطاها أجر وأعطاها ثواب عظيم جدا. أسأل الله أن أجعلها في أعلى الجنان، والله أعلم. مين معنا علي؟ أهلا بأهل المنصورة، تفضلي يا أمل. ألو. أيوة تفضلي. ايوه يا استاذ. اتفضلي يا امل. انا شفت رؤيتين هقول لك عليهم بقى معلش. اتفضلي. انا شفت اللي راح يا امل وطي التلفزيون يا امل، يا ريت كل اللي اتصل بينا وطي التلفزيون يا جماعه، دي نغم يعني المفروض احنا كلنا حفظناها. رحت في بيت جديد في بلد بعيده ولقيت في قال الباب اللي انا فيه دي زي ما كنا بفرقنا لحمي والناس مش عارفاني ولا شافوني قبل كده. مش عايز اقول ايه، ما كنتش ما شافونيش ولا يعرفوني. فرجعت تاني رحت الباب تاني لقيت الميه بتنزل من فوق كتير قوي من الجهه اللي هي الابل كده. فقمت راح امي بتقول لي ما تقفلي الميه دي. ببص لقيت اللي تحت منها ترعه في الجهه دي، ترعه بتطول بتطلع الميه فوق زي ما يكون في حاجات زي الترس كده وما كان شغال فوق. ولقيت امي انا وامي بس في البيت دي. فدخلت لقيت بيت صغيره كده بجيبها، فقلت لها تعالي هنا في حته الاوضه دي ضلمه. ورجعت طلعت بقى من البيت ده لقيتني طلعت رحت في سكه كده طويله وانا نايمه على ظهري، وقعدت ماشيه 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 لما العلو السكه كده فلقيتني فيه الميه جنب كده قناه صغيره بس فيها ميه رايقه وفيها فانيله خضراء ماشيه قصاد، انا نايمه على ظهري وهي ماشيه قصاد قصاد قصادي. لما حد طلعت في سكه عاليه همسه كده ولقيتني قاعده على كرسي، الكرسي دي بيمرجحني كده بلاستيك شمال ويمين كده ولابسه جلابيه بني في برتقالي. دي كله شفتيه في المنام يا تقريبا امل؟ شفتيه كله في المنام ده يا امل؟ اه دي في المنام. طيب انت انسه؟ لا متجوز. حد عامل لك مشاكل من اهل جوزك؟ اه. حفظتك يا امل، لان ده اصلا بيدل على ان حد عامل لك مشاكل وعامل لك نكد وعامل لك خلافات. ودي اصلا قلتها لكم يعني، دي اصلا بطبيعه الحال الانسان لا يخلو من القيل والقال. موضوع انك انت يعني محدش عارفك، انت منبوذه وانت مكروهه، ويقع عليك نوع من انواع الحقد والغل والكراهيه من بعض الافراد. وسبحان الله انت ممكن يكون انت ما فيش احتكاك بينك وبينهم، او انك انت مش بتاذيهم، انت ممكن تكون تعامليهم معامله حسنه وممكن تعامليهم بالاحسان، ولكن للاسف الشديد يقابل الاحسان بغير الاحسان والجميل والعرفان بغير الجميل والعرفان.
أسأل الله يا أمل إن ربنا يجعل لك راحة وسعادة وسرور، والله أعلم. معنا آخر اتصال، أم محمد، اتفضلي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا حلمت يا شيخ إن أنا بفتح باب الشقة عندي. تمام. وطي التلفزيون يا أم محمد لو سمحتي. حاضر. لقيت فيه هدوم مرمية على باب الشقة عندي. تمام. على السلم كده وإحنا نازلين، وبعدين لقيت بطانية مرمية، وبعدين لقيت مرتبة سفنج برضو مرمية، فأنا زقيت المرتبة السفنج برجلي كده. فأشبه لقيت إن في من الماتور بتاعنا داير والسطح غرقان مية زي مية المطر العكرة كده. فكشفت بنتي قلت لها روحي يا بنتي اقفلي الماتور من تحت، اقفلي الماتور. فلقيت البنت واقفة على البسطة ولغيت نصها مية كده، فلقيت المية بتطلع على كبس الكهرباء. فقلت لها اطلعي اطلعي بسرعة، المية قربت تحصل كبس الكهرباء، لا تمسك بمس ولا حاجة. فالمهم ببص لقيت الماتور وأنا مرتبكة جدا، لقيت بتاع مفتاح الماتور جنبي فقفلته. فبعدها لقيت نفسي قاعدة في الصالة أنا وجوزي وبياكل عنب أحمر، فبقول خدي يا آية وحطي العنب ده في التلاجة وهاتي العنب التاني اللي جوه علشان ما يبوظش، فهو عايز ياكل من العنب ده. ففوجئت إن اليوم كان يوم عرفة، فبقول له أنت مش صايم؟ قال لي لا أنا ما صمتش. فأنا اتنرفزت منه إزاي إن النهاردة يوم عرفة وهو مش صايم. وخلص الحلم يا أم محمد. اتفضل. في حد بنغز عليك عيشتك برضه انت يا ام محمد؟ مش هي النفسيه مش مظبطه شويه بس مش اكتر، او في اشتباه في اي حاجه يعني في نفس اللي انا عايز اساله يا ام محمد. موضوع المخدات، موضوع المرتبه، موضوع الحاجات دي اصل حاجات الواحد ينام عليها مستريح عليها، انت مش مستريحه، انت غير راضيه على حياتك في بعض الامور، انت مش مستريحه في حياتك في بعض الامور، وقع عليك نوع من الظلم او البهتان او الكذب او قيل قيس على هذا المنوال. اسال الله ان يحفظك وان يصونك وان يرعاك، والله اعلم. كالمعتاد حنكون معاكم ان شاء الله ان كان لنا في العمر بقيه. دائما نقول ولكن سبحان الله، يعني نحن نقول ان البرنامج اللي هو الاساس الثابت يوم الاثنين ويوم الاثنين والخميس الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، ولكن يعني بتحصل ظروف القناة زي النهاردة مثلا بيخلوا اللقاء الساعة 8، فانتظرونا يوم الاثنين والخميس الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.